طيب اليوم في مسابقة الخطط الفكاهية كم متسابق كان لدينا؟ 2. طيب أحدهما هو الأول والثاني هو الثاني. لكن السؤال من هو الأول من هو الثاني؟ طيب تحبوا نعلن الأول ولا نعلن الثاني؟ الاثنين. طيب الأول والثاني، واحد منهم الأول والثاني الثاني. الأول المركز الأول توست ماسترز ثاني. ثاني. طيب المركز الثاني توست ماسترز سامي غرامي. والفائز بالمركز الأول مفاجأة، من هو؟ طيب أسامة؟ لا، توست ماسترز عبد المجيد عزوز. Yeah, that would be double. Congratulations. Yeah. Abdul Basit for us. Abdul Basit. Chief Judge. Chief Judge. Yeah. Chief Judge.